السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وبسيطة جدا تصلح لهذا لأي واحد عازب أو شي واحد مغترب اللي باغي يدير واحد الطبق هذا بسرعة. هي وصفة ديال الفول المدمس، تجي لذيذة بزاف، سهلة وصحية، ما فيهاش مقادير كثيرة، يعني ما يصابهاش الواحد من بالفول من الاول. يعني هذا بالنسبه للناس اللي يشريو هكا بحال الناس اللي برا في اوروبا ولا امريكا، غادي يشريو الفول هذا معلب، فول مدمس بالعلبه. كيفاش غادي يمكنهم يحطوا هكذا تتشرى؟ في انواع واشكال كثيره، هذا واحد منهم، واحد من الانواع. انا تنستعمل معاه البصل. انا عندكم بصله حمراء، بصله صغيره هكذا تشلضوها تقطعها قطع صغيره، او البصل الاخضر، الطماطم، عندكم فلفل احمر ولا فلفل ملون هكذا تقطعوه حتى هو مربع صغيره. تنستعملوا الحامض كاخر مرحله، وتنديروا فيها زيت الزيتون. وبالنسبه للتوابل تنديروا الملح والكمون والشطه او لا الفلفل الحار او لا الهريسه، واللي بغى يضيف شويه ديال الثوم ممكن. ها هي المقادير اللي نحتاجهم بعد ما قطعتهم. هذاك الفلفل قطعته قطع صغيره هكا باللونين الاصفر والاحمر، الحبه ديال الطماطم قطعتها صغيره، وخمسة حلاج الزريعه قطعتها صغيره قطع صغيره، القزبور الاخضر، وعندي نصف ديال هذيك البصله قطعتها صغيره، والحامض، وهذا نسميه الفول المعلب. دابا نبداو على بركة الله. غادا نديرو زيت الزيتون، نعمل زيت الزيتون، تيبغيو زيت الزيتون في المقلة. غادا نضيفو هداك الفول المدمس المعلب عندنا بالما ديالو، متنصفيوهش، تنضيفوه بالما ديالو هكدا. كاين اللي تيكون ممعوس شي شويه، هذا انا نقطت هذا هي بعض الحبات انمعسهم، ماشي كل الحبات. بعض الحبات الان نضيف بقيه ديال العناصر. نضيف هذاك البصل، الفلفل بالالوان، الطماطم ديالنا، شوية ديال الكزبرة طرية يعني ماشي الجاف، نخليو البقية للتزيين. غدا نديرو التوابل، غدا نديرو الملح. الملح حسب الذوق. بسم الله. الكمون هذا عنصر اساسي، الكمون في هاد الطبخة يعني ضروري الكمون. شوية ديال الثوم غبرة او باودر، ماشي بزاف، والشطة او لا الكاين بيبر ولا الفلفل الحار الهريسة. اللي تيبغي الفلفل الحار يعمل فلفل حار. صافي، ونخليو هاد العناصر نساجو مع بعضها، نخلطو. هو سري، يتوجد في خمسة ديال الدقائق، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. هاي تيطلع هذا الغلية، فقط تنقدموه مع رشه ديال القزبر من فوق والكمون وزيت الزيتون وعصره ديال شويه ديال العصير الحامض من فوق فقط. بسيط جدا ولكن راه مغذي تيكون لذيذ. واللي يحب يضيف شويه ديال الفلفل الاحمر او الفلفل المدخن تيعطي حتى هو واحد الطعم روعه. انا عندي شويه الفلفل المدخن هنايا
غتعطي واحد الطعم روعه جدا في هذا الطبق. تبقى هذا اختياري. يبقى الفول ديالنا راه بلاتي ينشف شويه من الماء اللي طلقات الطماطم واللي كان في الفول ديال المعلب. صافي دابا جاهز، 5 دقائق راه هو جاهز للاكل. دابا صافي ها هو الطبق ديال الفول المدمس ديالنا، ها هو جاهز. راه صدقوني الطعم ديالو تيجي لذيذ بزاف، سهل ومغذي، يعني فيه هذاك البروتين النباتي ديال الفول، وفيه كذلك هذيك الخضار الفلفل والبصل والثوم والطماطم، وفيه القزبرة الطرية. مغذي جدا، تستعملوه اخواننا المشارقة بزاف هكذا كثير في الفطور ديالهم. دابا اللمسة الأخيرة غادا ندير له شوية ديال الحامض، من بعد رشة ديال الليمون هنايا الحامض، تنديرو شوية خيط ديال زيت زيتون هكذا، ويتقدم مع الخبز العربي بيتا برويد ولا الخبز العربي. وبالصحة والراحة، راه طبق مغذي سهل جد، سهل التحضير ومغذي في نفس الوقت. شكرا للمتابعة ديالكم، ونلتقي بكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.